الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا واقامه يوم القيامه بالمرتبين المتدبرين الطاهرين العارفين شفيعا وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومؤمن لديه صلاه تبقى وتدوم بتمام الملك الحي القيوم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وبارك وسلم اما بعد فيا ايها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلان فان التقوى سنام نور الايمان واذكروا الله عند كل شجر وحجر واعلموا ان الله بما تعملون بصير وان الله ليس بغافل عما تعملون وقفوا اثار سنه سيد المرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم اجمعين فان السنه هي الانوار وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه وعلى اله افضل الصلاه والتسليم فان الحب هو الايمان كله الا لا ايمان لمن لا محبه له الا لا ايمان لمن لا محبه له الا لا ايمان لمن لا محبه له رزقنا الله تعالى واياكم حب حبيبي هذا النبي الكريم عليه وعلى اله اكرم الصلاه والتسليم ما يحب ربنا ويرضى واستعملنا واياكم بسنته وحيانا واياكم على محبته وتوفانا واياكم على ملته وحشرنا واياكم في زمرته سقانا وإياكم من شربته شرابا حنيا مريا صائغا لنا من بعده أبدا وأدخلنا وإياكم في جنته بمنه ورحمته وكرمه ورافته إنه هو الرؤوف الرحيم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البر لا يبنى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدعى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى ملك كريم جباد بار رؤوف رحيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات انه هو الغفور الرحيم بالتحقيق المهم الإمام الصديق أمير المؤمنين وإمام المشاهدين لرب العالمين سيدنا مولانا الإمام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى بعض الأصحاب مزيد المنبر والمحراب الموافق رأيه للوحي والكتاب سيدنا مولانا الإمام أمير المؤمنين وغير المنافقين إمام المجاهدين في رب العالمين أبي حفظ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القران دعم الحياه والايمان مجهز جيش الحسنه في ارض الرحمن سيدنا مولانا الامام امير المؤمنين وامام المتصدقين لرب العالمين ابي عمر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى سيد الله الغالب امام المشارق والمغارب حلل المشكلات والنبائل دفع المضلات والمصائب اخي الرسول وزوج البتول سيدنا مولانا الامام امير المؤمنين وامام المرسلين الى رب العالمين ابي الحسن علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنيه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين النكيرين الطاهرين الطاهرين الطيبين الطاهرين سيدنا ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما
وعلى أمهما سيدة النساء حلبتون الزهراء من ذلك من خير الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم وعليها وعلى بعضها وابنيها وعلى عمه الشريفين المطهرين من الناس سيدينا عبد المرأة حمزة وعبد المرأة العباس وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم انصر من نصر دين سيدنا وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين وبارك وسلم ربنا يا مولانا واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين وبارك وسلم ربنا يا مولانا ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمهم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأتم وأعم وأفخم وأكبر.